رحمه الله تبشرهم العميد عبد الحكيم الزعزعي نائب عمليه ثمن رمضان وكذلك الشيطان الاثابي ان شاء الله الله الرحمه والمغفره وان شاء الله ان احنا بتضحيه هذا الامطار وتضحيه الامطار حق الغيباوبه بشكل عام ان احنا سنحرر اليمن من طاغيه الفانوس الثلثي. لقد ضحى هذا المشايين في روحه وبدنه واول من انضموا الى صفوف المقاومه الوطنيه ضد حرر الميليشيات الحوثيه التي قربت البلاد وحاولت ان تنكد بأبناء هذا الوطن. إن الشهيد كان له تاريخ حافل بل مناضل بما يتصفه من سمات الإخلاق والنزاهة والشرف والبطولة. تم تشييع 8 الأبطال الشهداء الذي ضحوا أنفسهم في سبيل هذا الوطن، وإن شاء الله إن على ترب الشهداء سائرون، وإن شاء الله إن سنحرر اليمن من الكهنوت الطاغية ونوصل إلى جبل مران وإلى صنعاء إن شاء الله بإذن هذا الأبطال الرجال الذين ضحوا وناضلوا من أجل هذا الوطن وتحرير الوطن شبرا شبرا من أذناب القانون. روح الدم نبيك، روح الدم نبيك.